كان ايامنا اهم حاجه النادي، ايام اهم حاجه المكسب، اخر حاجه معلش كنا بنفكر فيها الفلوس. قيمت عبد الشافي ازاي النهارده؟ عظيم النهارده، حتى وهو بيطلب له اللي بيذيع المباراه بيطلب له الراحه لما تعور واتخبط وقال لك لا ده من اللعيبه الكبار واللعيبه ومش قصده، حتى لما خبط مش عارف في احمد فتحي مش قصده، فبيبرر له من اخلاقه وادبه. انا طبعا بحترمه وبقدره ان هو يرجع للنادي في الفتره دي برضه، ما كانش عامل حسابها، يمكن برضه كان متخوفين مثلا ممكن فتوح يمشي، عبد الله جمعه مش موجود، يعني انت فاهمه؟ فانا لا انا بشكره طبعا، بشكر عبد الشافي. مفيش باك ليفت النهارده بيلعب يا كابتن صح؟ بتلعب بنضاي اللي سجل الهدف؟ طب ده امر عجيب بالنسبه لي الحقيقه. طبعا وبالنسبه لي انا انا فوجئت، فوجئت التغييرات بدايه، 9 لعيبه او 8 لعيبه من مباراه لمباراه، تغييرات الشوط الثاني اللي بدات عمل 4 تغييرات في وقت واحد، يعني ما فيش حتى ممكن اعمل تغييرين واستنى ويبقى في مناوره حتى، خد بالك راح عامل 4، وللاسف ما فيش الطرفين اللي هم الاساسيين، خلي بالك مش نضاي بس اللي بكليفت ده، حتى الباك رايت ما فيش، مش كده ولا ايه؟ وهم الطرفين هم بيمتازوا بالاطراف، فالمفروض ولعب بالزناري باك رايت مش كده ولا ايه؟ مش مكانه، مش مكانه، انا بتكلم على باك باك، يعني باك ليفت يبقى باك ليفت عبد الشافي او فتوح او صريح يعني، برضه ناحيه اليمين الزناري او كان حازم مثلا او كان يبقى باك رايت باك رايت، عشان دول اخطر مكانين في الـ في الـ في الملعب الاطراف ديت. ايوه انت شفت النهارده كان فرقه بيراميدز كل اللعيبه على الاطراف، خد بالك. اي نعم احنا مدافعين في منطقه معينه، لكن هم بينقلوا الكره براحتهم، والاكتر ان مفيش راس حرب عندك، يعني مفيش راس حرب يمتلك انه يمتص الكره في نص الملعب الخصم. طب استبعاد الجزيري شفته ازاي يا كابتن نصر؟ ما هو برضه انا سمعت برضه نواحي ماليه، انا خلي بالك انا بسمع الكلام مش داخل مش متعمق، النواحي الماليه ليه مش متعمق؟ يعني ما تعرفش مش عايش مش جوه النادي؟ لا جوه النادي وقاعد وبسمع، بتسمع لكن مش جوه النادي. لا لا احد ابنائه يعني؟ ابنائه بتابع بشوف، لكن مش داخل في قرارات نادي، في قرارات يعني مثلا مش بقرر مثلا ده هياخد فلوسه ولا ما ياخدش فلوسه، لا انا بعيد عن المواضيع دي ماليش انا. طب لو كابتن نصر ابراهيم له النهارده اليد العليا في اتخاذ القرارات، ايه القرارات اللي تاخدها فريق الكوره؟ فريق الكوره طبعا اخد القرار الحزم، العدل، العدل. بمعنى واحد ايه؟ ان انا هديكي فلوس يبقى لازم اديها لك ما تاخرش، انت هتديني مجهود وهتديني نتيجه هاخده منك، ما ينفعش اديكي فلوس من غير. طب لو عندك ضائقه ماليه زي ما بيقولوا زي اللي بتحصل دلوقتي واحنا كلنا عارفينها، ما توقفش جنب ناديك؟ انا اقف، اولاد النادي ممكن احتمال، بس حضرتك بتبرر لهم. مش ببرر، لا والله صدقيني ما ببرر، انا بقول لك الظروف اللي موجوده في مصر كلها مش في نادي الزمالك. دلوقتي اي حد ما بيستناش على فلوسه، فانا عشان كده ممكن لازم اما التزم او اعمل عقود لازم بعمل عقود وبوفيها، عشان ما اجيش في وسط الموسم او ممكن لعيب يستناني مره ماتش ماتشين ممكن، لكن انا ما اضمنش اللعيب بعد كده في الظروف ديت. طب لما كانت الاخبار الايام اللي فاتت قبل ما الموسم يبدا، الاخبار كانت بتتكلم عن بيع زيزو، وان بيع زيزو ده هيوفر فلوس كبيره جدا وبالدولار وتحل ازمه كبيره في الزمالك، كنت مع فكره البيع دي ولا لا؟ أنا لانه في المقابل انت هتحل. اقول لك بصراحه انا كنت بتكلم فيها النهارده وامبارح، انا لو باخد القرار كنت بتتكلم فيها مع مين؟ مع زمايلنا، مع الكابتن حمد عبد اللطيف، مع الكابتن مش مع متخذي القرار يعني. لا 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 مش انت لو متخذ القرار، انا اتخذ القرار مع زمايلك يا كابتن، يعني عارفهم اكيد. لا تعرف ما ان ما فيش حاليا الناحيه الاداريه مش منتظمه دلوقتي، احنا ما عندناش مجلس اداره وهيبقى في انتخابات، لكن انا لو نفسي لا هاخد قرار، اخد قرار ان انا ابيعه،